اهلا بيكم معانا في حلقة جديدة مع قناة حكاوي ايمي. في فيديو النهاردة هنعرف تفاصيل مؤكدة عن وقعة حريق خط اسماعيلية الصحراوي، نقلا عن المهندس عماد عبد القادر رئيس شركة انابيب البترول. اعلن في تصريحات انه تم السيطرة على الحريق الذي حدث في خط خام شئير مسترد في طريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوي، واشتعل الحريق بسبب تسريب خام من الانابيب ادى الى شرارة ناتجة عن تزاحم السيارات في الطريق اثناء السير في الخط، وكان الحريق ضخم جدا أنتج عنه إصابة 7 أشخاص وتفحم 31 سيارة بالكامل، ولم يحدث وفاة حتى الآن. وتمت التحركات بشكل سريع جدا لإنقاذ الوقعة، اتحركت أكثر من 30 عربية إطفاء حريق وست سيارات لوادر للتغطية بالرمل من هيئة البترول، وتواجد أيضا رجال المرور لتنظيم حركة السيارات، وتم إغلاق جميع الطرق المؤدية لطريق الإسماعيلية الصحراوي لأن الخام المتسرب من الأنابيب اشتعل مع حرارة الجو وازدحام السيارات هو اللي أدى لاحتراق السيارات، وكان من الضروري إغلاق جميع الطرق لتقليل حجم الخسائر. وتم إخماد الحريق بالكامل، وحاليا هيئة البترول في مرحلة تبريد أماكن الحريق، وقريبا سيتم تغيير الأنابيب بعد تأمين الموقع بالكامل. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو ووصلنا لحضراتكم الصورة كاملة. تابعونا في الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واختيار الكل علشان يوصل لكم كل جديد أول بأول.